لا لا، اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه. طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش، بس هو البنت من ساعه ما مامتها ما توفت عايشه لوحدها، وانا بدلعها غصب عني، كان لازم ادلعها زي ما انا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمه بتاعت العيله بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. اه معاك حق. ها صافي يا لبن، حليب يا قشطه. على ميعادنا النهارده. بس يا خساره اللمه دي مش هتكمل، اصل شريهان تعبانه شويه مش هتقدر تيجي معانا. يا ما حسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لان عندها انترفيو النهارده في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقولي لي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبد الله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعال لي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني أمري. تعيش يا سي عبد الله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوية على ايه يا صبوحة؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزة استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انتي بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انتي عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه ده الواد طيب وحده سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جبن الله ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جاية افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخص عليك. حاضر يا حبيبي جيان. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشة؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه التريننج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي اتكلموه بالطريقة دي. عايزين تفضوها سيرة الدنيا يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعية 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعية يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، كتك 60 نيلة. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها وانتي يا حبيبة خالتك افردي وشك شوية، ادي الواد شوية حنية. وانت يا نوشة ما تنساش بقى سلمني على امك، اصلها وحشاني يا معسلة قوي يا بتاتا. يا خالتك رافعة حاجة ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجودة يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتأخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، ألغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة أمك يعني؟ أنت كنت هتوديني الدريم بارك؟
وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقول لك الدريم بارك. اوعى يا دهاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. اه بس مفيش شله هنروح انا وانت بس. ماشي هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني خمس دقايق بالظبط هكون موجود. اه بس وحياه ابوك خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. يا باشا والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابة مستنيه. ماشي مع السلامة. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكاية عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات وأطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي. ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركة ب5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي. ايوه صح. لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه. انا حاسه ان هي جالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه. يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت. هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بص يا بنت الناس انا بفسحك على قد ما قدرتي بس اللي اضمنهولك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه. يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده الحصان اللي بيعمل كده. يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا 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 ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا يا بنتي. انا مفهمهم على كل حاجه. قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه دي خطيبتي حبيبتي يعني مش جايبها بهدلها انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات ليه هاني؟ احسن يا وحش جدع بنت شوشو جدع. شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عماله تمثلي حلو عامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر ياخد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه. ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قولهم عذاب الحمام مش قادر. بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام. ما كمل اول يا اخي. منك لله يا اخي منك لله. البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين عايزين نصور. اتفضل. طب بس اليوم محسوب على فكره.